قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدي يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام دعوني أسعد بحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة القرآن الكريم ومن أمام هذه الوجوه النيرة والأيادي المتوطئة وفي ليلة تكريم لرجل كريم عاش طيبا ومات طيبا صعدت روحه الطاهرة إلى رب غفور رحيم في احب الايام الى الله شيع جسمانه الطاهر ظهر اليوم في مشهد لم تشهده بلاد من قبل عاش طيبا ومات طيبا عاش محبا للمساجد وكم تعلق قلبه بالمساجد المحب لآل بيت رسول الله عميد عائلات زكيب الاكرمين عم الحاج محمود محمد زكيبة رحمة الله عليه مشاركين حاج مجدي محمود محمد زكيبة مرحوم صلاح محمود محمد زكيبة اسرة المرحوم الحاج مصطفى محمد زكيبة الحاج محمود مصطفى زكيبة حاج اشرف مصطفى زكيبة حاج جمال مصطفى زكيبة معلم محمد مجدي زكيبة معلم صلاح مجدي زكيبة معلم اسلام مجدي زكيبة والعائلة الكريمة جميعا باسم العائلة الكريمة اتقدم الى السادة المعزين الاكارم عمد ومشايخ محافظة الدقهلية السادة علماء الازهر والاوقاف ورجال التربية والتعليم وكل من جاء الى هنا وقدم للعائلة الكريمة واجب العزاء وقد استضفنا لحضراتكم اليوم اعلام تلاوة القرآن الكريم تأدب بآداب القرآن فرفعهم ربي مكانا عليا تواضعوا لعباد الله فأحبوه ولصوتهم الندي الشدي عشقوه. استضفنا لحضراتكم اليوم القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي قارئ والمقيم بكفر الشكر بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي كما استضفنا ايضا لحضراتكم فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد حسين سليمان وفضيلة القارئ الشيخ منصور محمود ابو عيد. والان اخوتنا اخوة الايمان والاسلام مع الكتاب المحمود الذي نزل على قلب النبي المحمود بصوت القارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير
بك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Thank you.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وحلّ على سن النبي
قدير. يا ما تجد
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من تعبد لو أن بينها وبينه
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله أطيعوا الله ورسول. قل أطيعوا
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا وضعتها قالت
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. من جامعة آل الزمات، هذه الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات والتي لم يتخرج منها إلا قارئ واحد والباقي ينهل كل منهم على قدر استطاعته. تلا علينا القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم، قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، فضيلة القارئ الإذاعي الشهير الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنتي. نقلت لحضراتكم من داخل قصور الضيافة المشيدة والمنظمة والمرتبة ومحطات البيزا الكبرى والألواح الطرادقات الحديثة عمالقة الفراشة بجمهورية مصر العربية أولاد طه، صاحبها الحاج أحمد طه وأولاد تحت إدارة المهندس هشام طه، مهندس محمد طه والمهندس إسلام طه المقيمون بأكميدا. أحدث مكبرات صوت الحديثة العالمية إذاعة مونت كارلو الإذاعات العالمية،
الحاج عبدو الجبي إدارة المهندس إبراهيم عبدو الجبي المقيم بالمدينة. خدماتنا الفندقية المتميزة دائما مع كبار القراء وعبر محافظات الجمهورية، والمعروف دائما عنها بالرقي والنظافة، صاحبها المرحوم الحاج مصطفى طيب الله، إدارة المتر المهندس عبد الله مصطفى طيب الله المقيم بالمدينة. تكلنا هذه الليلة القرآنية المباركة تحت إدارة العالمي أشهر اسم في عالم التصوير، عبقري مصر ومصور مصر الأول، مهندس أحمد الجعفري، تكريما لروح الوالد الكريم الذي عاش طيبا ومات طيبا وقد أثنى عليه الجميع هنا بكل خير، المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود محمد زكيه. مشاركين أبناءه الكرام حاج مجدي محمود محمد زكيبة، اسم المرحومة الحاج صلاح محمود محمد زكيبة، أسرة المرحومة الحاج مصطفى محمد زكيبة، الحاج محمود مصطفى زكيبة، حاج أشرف مصطفى زكيبة، حاج جمال مصطفى زكيبة، معلم محمد مجدي زكيبة، معلم صلاح مجدي زكيبة، والمعلم إسلام مجدي زكيبة، وجميع العائلة كريمة. باسمهم جميعا اتقدم الى السادة المعزين الاكارم عمد ومشايخ محافظة الدقهلية، سادة علماء الازهر والاوقاف ورجال التربية والتعليم، وكل من جاء من قرى مركز ميت غمر جميعا وقدموا للعائلة الكريمة واجب العزاء. الله اسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يهدى للوالد الكريم رحمة ونورا وبرهانا، وان يكون الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.